تراجعت الليرة التركية إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق خلال تعاملات اليوم، مسجلة 8 ليرات مقابل الدولار الواحد. يأتي تراجع العملة التركية بضغط من قرارات المركزي التركي بعد إبقاء سعر الفائدة عند المستويات نفسها دون تغيير عن الأسبوع الماضي. وفقدت العملة التركية أكثر من 25% من قيمتها أمام نظيرتها الأمريكية هذا العام بسبب تراجع احتياطي النقد الأجنبي لدى تركيا وتدخل الحزب الحاكم في سوق العملة. وينضم إلينا عبر الهاتف الأستاذ هيثم الجندي، رئيس قسم البحوث في شركة تي ماتريكس. مساء الخير أستاذ هيثم. ويعني تواصل لانهيار الليرة التركية مقابل الدولار، هل ما زلنا نتحدث عن نفس العوامل التي أدت لهذا التراجع منذ عدة شهور؟ العوامل فعلا ما تغيرتش وإنما بتتفاقم. تركيا بتعجل بدخولها في أزمة في ميزان المدفوعات، تصبح فيها عاجزة عن الوفاء بالتزامات خارجية أو تمويل واردات أساسية. تسارع الخسائر أعقب قرار البنك المركزي الأسبوع الماضي بالإحجام عن رفع أسعار الفائدة. تركيا دولة بتعتمد على التمويل الخارجي، وفي ظل نضوب التدفقات عليها سواء من قطاع السياحة بسبب أزمة كورونا أو الصادرات بسبب إغلاقات بنشهدها من جديد في الدول الأوروبية، فكان منتظر ان البنك المركزي يتدخل برفع اسعار الفائده، خاصه ان اسعار الفائده في تركيا اقل من معدل التضخم، وكسوق نشأة بتهدف الى استقطاب التدفقات من الخارج، من الطبيعي انها تكون اسعار فائدتها تتجاوز التضخم عشان يكون العائد الحقيقي في الاخر بالايجابي، ولكن العائد الحقيقي في تركيا دلوقتي بالنيجاتيف. ولكن البنك المركزي فاجئنا وابقى اسعار الفائده على حالها، وتضررت مع القرار دوت مصداقيه البنك المركزي بشكل اكبر، وتبين ان البنك المركزي يفتقر الاستقلاليه وان كل ما يسعى عليه هو ارضاء الجهاز التنفيذي او الرئيس التركي بالاخص. تركيا عندها ازمه طبعا في الاحتياط النقد الاجنبي، عندها تاكل متواصل في النقد الاجنبي، يعني بحسب تقديرات بنك جولدمان ساكس تركيا استنزفت خلال 18 شهر 134 مليار دولار. النهارده بحسب مصادر بتؤكد ان تم بيع 400 مليون دولار من احتياطي نقد اجنبي اصلا متآكل، واغلبه لا يملكه البنك المركزي وانما هي ودائع دولاريه في البنوك التجاريه، بيتبادلها البنك المركزي بان هو يقدم ليره للبنوك المحليه وياخذ في المقابل دولارات. وبالتالي الوضع دوت لو استمر على الحال دوت ممكن تركيا تلجا لاجراءات يقال عليها اجريسيف ميجرز متمثله في كابيتال كنترول، قيود على حركه راس المال في البنوك على قرار. بماذا تعني بالكابيتال كنترول؟ بان هو يتم تقييد قدره الاتراك على سحب ودائعهم، بان الوضع يصبح ان البنوك عاجزه عن الوفاء بمستحقات المودعين، خاصه ان دلوقتي في حاله حركه من الدولاره مرتفعه جدا في تركيا، بنتكلم في 200 ما يقارب 220 مليار دولار ودائع دولاريه. الاتراك بيفقدون سريعا ثقتهم في عمله بلدهم وبيتوجهوا الى الدولار والى الذهب، ودوت كمان بيفاقم من عجز الميزان التجاري في تركيا اللي يقترب من 40 مليار دولار في اول 8 شهور من العام بسبب الطلب الكبير جدا على ادوات للتحوط من التضخم. كل ما الليره بتنزل كل ما فرص التضخم يكون مرشح اكتر للزياده. نتكلم في انفليشن ريت في تركيا دلوقتي حوالي 12%، اظن المعدل ده قابل للزياده، وبيزيد الامر سوءا في تركيا ان الشريك التجاري الرئيسي ليها اللي هو الاتحاد الاوروبي بيتعرض دلوقتي لسيرج او قفزه جديده في معدلات الاصابه بفيروس كورونا، بنسمع عن لوك داون، اجراءات عزل عام جديد بيترتب عليها تقييد للتجاره مع الدول المجاوره وخاصه تركيا. فبالتالي ازمه العمله هتزداد حتى الفتره القادمه، ده بالنسبه للشق الاقتصادي. اما الشق السياسي والمغامرات السياسيه اللي بينتهجها الرئيس التركي بتزيد ايضا الامر سوءا، يعني كان يوم الاحد الرئيس التركي تحدى بشكل مباشر امريكا انها تفرض عليه عقوبات، يعني وقال بالحرف ان كان عندكم عقوبات للتاخير في تطبيقها عليا. فبالتالي هو في وضع لا يعني لا يسمح بهذا التحدي، خاصة ان اقتصاد بلاده يعني مهدد بشدة بالدخول في ازمة قاسية جدا، ممكن يكون الخروج منها بقرض من صندوق النقد الدولي او بفرض قيود على الكابيتال كنترولز على رأس المال. استاذ هيثم، هل ترى انه التحركات السياسية التركية الاخيرة او هذه التصريحات ستزيد من يعني وتيرة اتخاذ قرارات ضد تركيا فيما يتعلق بالعقوبات التي يتحدث عنها بعض المراقبين؟
انا اظن ان مثلا الاتحاد الاوروبي بيمهل تركيا حتى شهر ديسمبر موعد القمه القادمه للاتحاد الاوروبي، خاصه ان تركيا مددت العمل اللي هو العمل الاستكشافي لسفينه ليها في منطقه متنازع عليها بحر المتوسط او شرق المتوسط، في منطقه متنازع عليها مع اليونان وقبرص، واظن ان هو بيجبر الاتحاد الاوروبي ان هو يتدخل بفرض عقوبات رغم اداه الابتزاز المتمثله في الهجره غير الشرعيه وفتح الباب امام المهاجرين غير الشرعيين، ولكن الاتحاد الاوروبي بالصوره دي هيبقى لن يكون امامه اختيار غير ان هو يلجا لاتخاذ اجراء عقابي ضد تركيا. نعم. ايضا الولايات المتحده الرئيس القادم هيكون الوضع هيكون اصعب لو بايدن الرئيس جو بايدن فاز في الانتخابات المنتظره الاسبوع القادم في امريكا، في الحاله دي الكونجرس مجهز مشروع قانون لفرض عقوبات على تركيا خاصه فيما يخص شراء منظومه الصواريخ الروسيه الاس 400 اللي تم اختبارها الاسبوع الماضي. فمن ناحيه جيوسياسيه الاقتصاد التركي تحت ضغط، ومن ناحيه الاقتصاديه اظن ان تركيا مقبله على ازمه طاحنه. شكرا جزيلا هيثم الجندي رئيس قسم البحوث في تي ماتريكس.